أنا يوسف أبو السعيد، مصور صحفي من مدينة غزة، أعاني من مرض السرطان، شخصت فيه قبل الحرب على غزة بشهر واحد فقط. بلشت في العلاج في مستشفى الصداقة التركي في غزة عن طريق جرعات الكيماوي، كانت نتائج الاستجابة للعلاج مبشرة بالخير والاستجابة كانت عالية، لكن بلشت الحرب على غزة وقصف المستشفى الوحيد اللي بقدم الخدمات لمرضى السرطان في غزة وخرج عن الخدمة في أوائل الحرب. بلشت معاناة الحرب ومعاناة النزوح من مكان لمكان والبحث عن مأوى، ننتقل مثل ما قال الجيش نخل المدينة غزة ونروح لجنوب القطاع، رحنا على خان يونس، بعد هيك نزحنا على رفح حيث ما أنا متواجد حاليا. المعاناة في الحرب تكاد تكون أكبر من أنه مريض السرطان يذكر معاناته أو وجعه أو ألمه، لأنه ما فيش وقت أنه الواحد يفكر في مرضه أو في وجعه أو يتألم.